قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد وما تيسر من السورة بعدها. يقول الله تبارك وتعالى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هو الله أحد. وهذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وللأمة أيضا. وهو الله أحد هو ضمير الشان عند المعربين، ولفظ الجلالة الله هو خبر مبتدأ، وأحد خبر ثاني، والله الصمد جملة مستقلة. ذكروا في سبب نزول هذه السورة أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صف لنا ربك، افتح الباب، صف لنا ربك من أي شيء هو. فأنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد، أي هو الله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه، أحد أي متوحد بجلاله وعظمته، ليس له مثيل وليس له شريك، بل هو متفرد بالجلال والعظمة عز وجل. الله الصمد جملة مستقلة، بين الله تعالى أنه الصمد. فما معنى الصمد؟ أجمع ما قيل في معناه أنه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. فقد روي عن ابن عباس أن الصمد هو الكامل في علمه، الكامل في حلمه، الكامل في عزته، الكامل في قدرته، إلى آخر ما ذكر في الأثر. وهذا يعني أنه مستغن عن جميع المخلوقات لأنه كامل. وورد أيضا في تفسيرها أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهذا يعني أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه. وعلى هذا فيكون المعنى الجامع للصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، لم يلد ولم يولد. لم يلد لأنه جل وعلا لا مثيل له، والولد مشتق من والده وجزء منه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فاطمة: إنها بضعة مني. والله جل وعلا لا مثيل له. ثم إن الولد إنما يكون للحاجة إليه، إما في المعونة على مكابتة الدنيا، وإما في الحاجة إلى بقاء النسل، والله عز وجل مستغن عن ذلك. فلهذا لم يلد، لأنه لا مثيل له، ولأنه مستغن عن كل أحد عز وجل. وقد أشار الله عز وجل إلى امتناع ولادته أيضا في قوله تعالى: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالولد يحتاج إلى صاحبة تلده، وكذلك هو خالق كل شيء. فإذا كان خالق كل شيء فكل شيء منفصل عنه بائن منه. ولم يولد لأنه عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، فكيف يكون مولودا؟ وفي هذه الجملة الأخيرة رد على ثلاث طوائف منحرفة من بني آدم، وهم المشركون واليهود والنصارى. لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقالوا إن الملائكة بنات الله. واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، فكذبهم الله بقوله لم يلد.
ولم يولد أي لم نعم. فقول لم يلد فيها رد على ثلاث طوائف، وأنا جعلتها الأخيرة ولكن الصواب هو الأول. لم يلد رد على ثلاث طوائف من بني آدم كلها ضالة، المشركون واليهود والنصارى، لأن المشركين يقولون إن الملائكة بنات الله، والنصارى يقولون إن المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير بن الله. ولم يولد لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، ولم يكن له كفوا أحد أي لم يكن له أحد مساويا في جميع الصفات. فنفى الله عنه سبحانه وتعالى نفى عن نفسه أن يكون والدا أو مولودا أو له مثيل. هذه الصورة لها فضل عظيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها تعدل ثلث القرآن، لكنها تعدله ولا تقوم مقامه، تعدل ثلث القرآن لكن لا تقوم مقام ثلث القرآن، بدليل أن الإنسان لو كررها في الصلاة الفريضة ثلاث مرات لم تكفيه عن الفاتحة، مع أنه إذا قرأ ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله، لكنه لا لا لكنه لا لا تزي لكنها لا تزي عنه. ولا تستغرب أن يكون الشيء معادلا للشيء ولا يزي عنه، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فكأنما أعتق أربعة أنفس من بني إسماعيل أو من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو كان عليه رقبة كفارة وقال هذا الذكر لم يكفي عن الكفارة، فلا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون قائما مقامه في الإجزاء. هذه الصورة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الركعة الثانية في سنة الفجر وفي سنة المغرب وفي ركعتي الطواف، وكذلك يقرأ بها في الثالثة في الوتر، لأنها مبنية على الإخلاص، الإخلاص التام لله، ولهذا تسمى سورة الإخلاص. أما السورتان بعدها فهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يقول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق، ورب الفلق هو الله، والفلق الإصباح، ويجوز أن يكون أعم من ذلك، أن الفلق كل ما يطلقه الله تعالى من الإصباح والنوى والحب، كما قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى، وقال فالق الإصباح، من شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات حتى من شر نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء، فإذا قلت من شر ما خلق فأول ما يدخل فيه نفسك، كما جاء في خطبة الحاجة نعوذ بالله من شرور أنفسنا. وقول من شر ما خلق يشمل شياطين الإنس والجن والهوام وغير ذلك، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق قيل إنه الليل، وقيل إنه القمر، والصحيح أنه عام لهذا وهذا. أما كونه الليل فلأن الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وكما نعلم جميعا أن الليل تكثر فيه الهوام والوحوش، فلذلك استعاذ من شر الغاسق أي الليل. وأما القمر فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى عائشة القمر وقال هذا هو الغاسق، وإنما كان غاسقا لأن سلطانه يكون في الليل. وقول من شر غاسق إذا وقب هو معطوف على من شر ما خلق من باب عطف الخاص على العام، لأن الغاسق من مخلوقات الله عز وجل. وقوله إذا وقب أي إذا دخل،
فالليل إذا دخل بظلامه غاسق، وكذلك القمر إذا أضاء بنوره فإنه غاسق، وهو ولا يكون ذلك إلا في الليل. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. النفاثات في العقد هن الساحرات، يعقدن الحبال وغيرها وتنفث بقراءة مطلسمة فيها أسماء الشياطين على هذه العقد، على كل عقد تعقد ثم تنفث، تعقد ثم تنفث، تعقد ثم تنفث، وهي بنفسها الخبيثة تريد شخصا معينا، فيؤثر هذا السحر بالنسبة للمسحور. وذكر الله النفاثات دون النفاثين لأن الغالب أن الذي يستعمل هذا النوع من السحر هن النساء، فلهذا قال النفاثات في العقد. ويحتمل أن يقال أن النفاثات يعني الأنفس النفاثات، فيشمل الرجال والنساء. ومن شر حاسد إذا حسد، الحاسد هو الذي يكره نعمة الله عليك، فتجده يضيق درعا إذا أنعم الله على هذا الإنسان بمال أو جاه أو علم أو غير ذلك فيحسده. ولكن الحساد نوعان، نوع يحسد ويكره في قلبه نعمة الله على غيره لكن لا يتعرض للمحسود بشيء، تجده مهموما مغموما من نعم الله على غيره لكن لا يعتدي على صاحبه. والشر والبلاء إنما هو بالحاسد، متى؟ إذا حسد، ولهذا قال إذا حسد. ومن حسد الحاسد العين التي تصيب المعان، يكون هذا الرجل نسأل الله العافية عنده كراهة لإنعام الله على الغير، فإذا أحس بنفسه أن الله أنعم على فلان بنعمة خرج من نفسه الخبيثة معنى لا نستطيع أن نصفه لأنه مجهول، فيصيب بالعين من تسلط عليه، أحيانا يموت وأحيانا يمرض وأحيانا يجن، حتى الحاسد يتسلط على الحديد فيوقف اشتغاله، ربما يصيب السيارة بالعين وتنكسر أو تتعطل، ربما يصيب رفاعة الماء حرافة الأرض، المهم أن العين حق تصيب بإذن الله عز وجل. ذكر الله عز وجل النفاثات في العقد، والثاني من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب، النفاثات في العقد، الحاسد إذا حسد، لأن البلاء كله في هذه الأحوال الثلاثة يكون خفيا. الليل ستر وغشاء، والليل إذا يغشى يكمن فيه الشر ولا يعلم به. النفاثات في العقد أيضا كذلك، السحر خفي ما يعلم. الحاسد إذا حسد، العائن أيضا خفي، تأتي العين من شخص تظن أنه من أحب الناس إليك وأنت من أحب الناس إليه، ومع ذلك يصيبك بالعين. لهذه الأمور، لهذا السبب خص الله هذه الأمور الثلاثة، الغاسق إذا وقب، والنفاثات في العقد، والحاسد إذا حسد، وإلا فهي داخلة في قوله من شر ما خلق. فإذا قال قائل ما هو الطريق إلى التخلص من هذه الشرور الثلاثة، قلنا الطريق للتخلص أن يعلق الإنسان قلبه بربه ويفوض أمره إليه ويحقق التوكل على الله، ويستعمل الأوراد الشرعية التي بها يحصن نفسه ويحفظها من شر هؤلاء. وما كثر الأمر في الناس في الآونة الأخيرة من السحرة والحساد وما أشبه ذلك إلا من أجل غفلتهم عن الله،
وضعف توكلهم بالله عز وجل على الله عز وجل وقلة استعمالهم للأوراد الشرعية التي بها يتحصنون. وإلا فنحن نعلم أن الأوراد الشرعية حصن منيع أشد من سد يأجوج ومأجوج، لكن مع الأسف أن كثيرا من الناس لا يعرف عن هذه الأوراد شيئا، ومن عرف فقد يغفل كثيرا، ومن قرأها فقلبه غير حاضر، وكل هذا نقص. ولو أن الناس استعملوا الأوراد على ما جاءت به الشريعة لسلموا من شرور كثيرة. أما السورة الثالثة فهي سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، وهو الله عز وجل، وهو رب الناس وغيره، رب الناس، رب الملائكة، رب الجن، رب السماوات، رب الأرض، رب الشمس، رب القمر، رب كل شيء. لكن للمناسبة خص الناس. ملك الناس أي الملك الذي له السلطة العليا في الناس والتصرف الكامل هو الله عز وجل. إله الناس أي مألوههم ومعبودهم، فالمعبود حقا الذي تأله القلوب وتحب وتعظم هو الله عز وجل. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الوسواس قال العلماء إنها مصدر يراد به اسم الفاعل أي الموسوس، والوسوسة هي ما يلقى في القلب من الأفكار والأوهام والتخيلات التي لا حقيقة لها. الخناس الذي يخنس وينهزم ويولي ويدبر عند ذكر الله عز وجل وهو الشيطان. ولهذا إذا أذن المؤذن انصرف الشيطان وهرب وله ضراط من شدة ما وجد من الضيق، فإذا انتهى الأذان رجع، نسأل الله العافية. ولهذا جاء في الأثر إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. والغيلان هي ما الشياطين التي تتخيل للمسافر في سفره وكأنها أشياء مهولة أو عدو أو ما أشبه ذلك، فإذا كبر الإنسان انصرفت. وفقوله عز وجل خناس يعني الذي يخنس أي ينصرف ويدبر ويولي ويذل أمام ذكر الله عز وجل. وقوله من الجنة والناس أي أن الوسواس تكون من الجن وتكون من بني آدم. أما وسواس الجن فظاهر لأنه يجري من بني آدم مجرى الدم، وأما وسوسة بني آدم فما أكثر الذين يأتون للإنسان يوحون إليه بالشر ويزينونه في قلبه حتى يأخذ هذا الكلام بلبه وينصرف إليه. هذه السور الثلاث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه ومسح بذلك وجهه وما استطاع من بدنه، وربما قرأها خلف الصلوات الخمس. فينبغي للإنسان أن يتحرى السنة في تلاوتها في مواضعها، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا